بين سير باتجاه تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل أو الدخول في وحل دفع تعويضات مالية ضخمة قد تتجاوز استحقاقات ضحايا المدمر الأمريكية SS Cole والبالغ قدرها نحو 330 مليون دولار إلى غيرها من حوادث إرهابية، ما زالت الخرطوم تقف حائرة أي الطريقين تسلك قبل فوات الأوان. واضح تماما أن القرار بطيء وأن التفاعل مع هذه القضية داخليا ربما فيه درجة كبيرة من عدم الإحساس بقيمة الزمن، لأن هذا العرض ليس عرضا موجودا على الطاولة بصورة مستمرة، هو عرض محدود في فترة محدودة جدا لا يمكن تجاوزها وهي فترة الانتخابات الأمريكية. كثرة التباينات الأيديولوجية لمكونات قوى الحرية والتغيير بالإضافة إلى إعلان تيارات إسلامية رفضها صراحة الربط بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل عقبات أخرت أو حالت دون التوصل إلى موقف سياسي موحد لحسم هذا الخيار. المسار الآخر المتعلق بدفع التعويضات الذي سار عليه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فهذا مسار محفوف بالمخاطر والمفاجآت. السودان نفسه ما عنده قروش يعني يدفع هذه الأموال. المبلغ بتاع 330 مليون دولار اللي مفروض يندفع للتعويضات لضحايا السفارتين أدى إلى رفع إلى فقدان قيمة الجنيه السوداني ب 100%. الاتصالات بين الخرطوم وواشنطن مستمرة لإنهاء بعض المعوقات الخاصة بقانون حماية السودان من الملاحقة القانونية ولتسريع وتيرة إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قبل حلول موعد الانتخابات الأمريكية. ربما يكون هناك قرار أو نية من إدارة ترامب لشد السودان من الدولة الراعية للإرهاب، ولكن يعني هذه التعقيدات يعني المحلية هنا وكذلك التعقيدات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ربما تؤدي إلى يعني عدم صدور يعني الرفع السودان أو شد الدولة الراعية للإرهاب في الوقت الراهن، وبالتالي هذا سيؤدي إلى ترحيل هذه المسألة لأنه الآن ستكون هناك انتخابات، بالتالي سيكون وضع انتقالي لحين تشكيل إدارة جديدة لحين مجيء وزارة خارجية جديد وزير خارجية جديد، ربما هذا الأمر كله ينتقل إلى عام آخر. وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة وانسداد أفق الحلول المطروحة قد تجد الحكومة نفسها بحاجة إلى دور أمريكي أكثر فاعلية لمعالجة أزماتها، وهو أمر يبدو مرهونا بموافقتها على خطة السلام مع إسرائيل. تؤكد الخرطوم أنها استجابت لكافة الشروط التي كانت تحول دون رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطمح أن تتفهم واشنطن جهودها في التحول نحو الديمقراطية وفتح صفحة جديدة من العلاقات الدولية. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم.